بسم الله الرحمن الرحيم، نرحب بكم في بداية الترم، وبنتمنى للجميع السلامة، وبنتمنى أن يكون ترم موفق للجميع. وهنشتغل إن شاء الله المادة بتاعتنا كمبيوتر بروجرامينج 1، وده المستوى الثاني من البرمجة بعد ما خدنا في المستوى الأولاني الفاندمنتال أوف بروجرامينج وتعلمنا بعض الأساسيات، وهناخد الليفل الثاني. قبل ما ناخد الليفل الثاني الخاص بالاوبجكت اورينتد بروجرامنج، هنحاول نعمل مراجعه سريعه على اللي خدناه في الفصل الدراسي السابق. واتعلمنا في الفصل الدراسي السابق يعني ايه كمبيوتر بروجرامنج، وعرفنا ايه يعني كمبيوتر ويعني بروجرامنج، واهم حاجه في البروجرامنج عمليه الممارسه، براكتس اند براكتس اند براكتس اند براكتس اند براكتس. طبعا البرمجه ما بتنحفظش ولا لها سبيل للحفظ، يعني لازم أتحاول أتعلم البرمجة، لازم أتحاول أتعلم البرمجة. يعني إيه؟ لازم أفهم، لازم أشغل دماغي، لازم أطبق، لازم أجرب بنفسي مرة واثنين وثلاثة وعشرة وعشرين وثلاثين وأربعين. البرمجة من الحاجات الجميلة جدا اللي لازم أشتغل معاه وأعيش معاه ولازم أتعلمها، لأن ما ينفعش أبقى خريج حاسبات وما بعرفش برمجة. هنبدأ مع بعض مراجعة سريعة على أساس الناس اللي كان عندها مشاكل تبدأ تتابع معانا ونزيل المشاكل. هنراجع كل اللي خدناه في الترم الأولاني بسرعة كده من خلال محاضرة أو اثنين أو ثلاثة حسب الظروف. تعالوا نشوف، خدنا في الترم الأولاني يعني إيه بروجرام، وقلنا بروجرام هو عبارة عن ان انا بكتب الجوريزم بلغة برمجة معينة، تمام؟ يعني انا بحل مشكلة او بكتب مجموعة من الانستراكشن باستخدام لغة برمجة معينة وبحل المشكلة. فالبروجرامر اللي هو احنا المفترض ان انا بستخدم لغة البرمجة عشان اعمل شغل معين. طيب لغات البرمجة وتطورها، لغات البرمجة كانت بتتطور مع التقدم العلمي او التقدم في مجال الكمبيوتر ساينس. اول لغه برمجه الناس اشتغلت عليها كانت الماشين لانجويج، لغه الاله. حصل تطور لان لغه الاله هنشوفها دلوقتي، وعملوا الاسمبلي لانجويج، ولقوا برضو الاسمبلي لانجويج فيها مشاكل فاتجهوا للهاي ليفل لانجويج. تعالوا ناخدهم واحده واحده كده. لغه البرمجه زي ما احنا قلنا اي لغه لها قواعد ولها رولز لازم تحكم الشغلانه دي اللي احنا عرفنا اللي هي السنتاكس بتاع لغه البرمجه. فلغة البرمجة لها شروط وقواعد لازم تلتزم بيها وانت بتكتب لغة البرمجة، لها المفردات اللي لازم تستخدمها. لو قال لك اكتب سمول كاركتر يبقى انت لازم تكتب سمول كاركتر، اكتب كلمة برنت كاملة يبقى انا لازم اكتب برنت كاملة، سيب مسافة لازم اسيب مسافة، وهكذا. تعالوا نشوف الثلاث لغات برمجة دول ونشوف. اول لغة الماشين لانجويج، الماشين لانجويج عبارة عن اللغة بتاعت الكمبيوتر اللي المكونات بتاعت الكمبيوتر، وعبارة عن صفر وواحد ده اللي بيفهم في كهرباء ما فيش كهرباء اون اوف. يبقى الماشين بتعتمد باللغات، زي ما انت بتتكلم عربي يبقى انت اللغة الاساسية بتاعتك العربي، لو حد كلمك بالعربي بتفهم. لو رحت دولة اجنبية او مشابه المانيا او روسيا او اليابان وحد كلمك هناك مش هتفهم اللغة بتاعته. يبقى الماشين لانجويج ديبندنت على الماشين اللي انا شغال بيه. كويس، لغه الماشين لانجويج لغه طبعا صعبه ان انا اكتب بها برنامج كبير، عايزه مجهود كبير جدا لاكتشاف الاخطاء. طبعا عشان تكتب برنامج هيبقى الشغل معاه بطيء وصعب جدا كل ما حجم البرنامج كبر، انما لو هتكتب حاجه بسيطه يبقى ايه هكتبها بالماشين لانجويج لانها بسيطه وهيبقى امر او اتنين او ثلاثه وبعمل حاجه بسيطه. نتيجة المشاكل الموجودة في الماشين لانجويج اتجهوا للأسمبلي لانجويج. الأسمبلي لانجويج عبارة عن مجموعة من الابريفيشن، مجموعة من النومكس الاختصارات اللي أنا ممكن أستخدمها في كتابة الكود، زي كلمة add، زي كلمة sub، زي كلمة multiply، زي كلمة store، زي كلمة load and so on. فطبعا لازم أحول اللغة ديت ل لغة الآل عشان تتنفذ على الآل، فلازم يبقى عندي ترانسليتور. الترانسليتور الموجود هنا هو الأسمبلر، بيحول الأسمبلر لانجويج
الماشين لانجويج اللي هي تتنفذ على الماشين او الآلة الموجودة عنه. طبعا الاسمبلي صعبة برضه وفيها مشاكل، ومش كل واحد هيكتب كود بالاسمبلي، لان طبعا السطور كتير والمجهود كبير واللاين ممكن ياخد معايا وقت ومجهود ان انا اكتب برنامج بالاسمبلي، خصوصا لو برنامج او تطبيق من التطبيقات الحديثة الموجودة معانا دلوقتي. فاتجهوا للهاي ليفل لانجويج. الهاي ليفل لانجويج سمحت لك انك تكتب بلغة شبيهة بالانجليزي وتكتب الاوامر وبالشكل اللي انت شغال بيه، وبقت سهلة ان انا اكتب. والامر الواحد من الهاي ليفل لانجويج ده بيتفك في عشرات السطور من الاسمبلي لانجويج، اللي هو يتفك بعد كده في الماشين لانجويج. فلازم يبقى فيه ترانسليتور ينقلني من الهاي ليفل لانجويج اللو ليفل لانجويج او الماشين لانجويج. فطبعا كان فيه نوعين من الترانسليتور، نوع اسمه انتربريتور، وده بياخد البرنامج كوماند بكوماند او انستراكشن باي انستراكشن يحوله للماشين لانجويج وايه يعمل له اكسكيوت ينفذه. خلاص تنفذ تمام، بياخد اللي بعده يحوله للماشين لانجويج ويبدا ينفذه، وهكذا لحد اخر البرنامج. النوع الثاني كان اسمه كومبايلر. الكومبايلر بياخد الكمبيوتر البرنامج كله كباكج واحده ويحوله للماشين لانجويج، وبعد كده تعمل له ران في البرنامج بتاعك. يبقى عندي نوعين من الترانسليتور ممكن استخدمه، انتربريتور وكومبايلر، وعرفنا الفرق. طيب لغات البرمجه لها مديولز كتير او بارادايمز كتير جدا. من اشهر بارادايمز الموجود البروسيجر بارادايمز. البروسيجر طبعا كمديول للبرمجة، ده اللي احنا اتكلمنا عنه في الترم الاولاني، ان انا ببدأ كمبرمج بفكر في حل المشكلة، ازاي تحل المشكلة، ازاي اكتب اكشن واخد مجموعة من الاوامر تحل لي المشكلة. لو انا قلت لك عايز مجموع رقمين هتقول لي هات الرقمين، اجمع الرقمين، ادي الاوتبوت. يبقى انا هنا بفكر في حل المشكلة، ازاي اعمل كودنج للمشكلة. طبعا البروسيجر بروجرامينج تعتبر سيكوينشال بروجرامينج لانجويج. يعني ايه؟ يعني بنفذ الامر الاولاني، بعده الثاني، بعده الثالث، بعده الرابع، بعده الخامس، بعده السادس، بعده وهكذا لحد نهايه البرنامج. السيكوينشال لانجويج بروجرامينج فيها امبريتيف وفانكشنال، وطبعا الامبريتيف زي السي والسي بلس، والفانكشن زي الليسب والبرولوج. تعالوا نشوف البروسيجر بروجرامينج بتمشي ازاي. بتمشي بطريقه طبعا زي ما بنقول دلوقتي السيكوينشال بروجرامينج في ان ستراكشرد بروجرامينج، وبيبقى البرنامج كله برنامج واحد، بتبدا بالسطر الاولاني وتتنك مع البرنامج لحد ما تخلص البرنامج. في النوع الثاني البروسيجر بروجرامينج، ان انا بقسم البرنامج بتاعي لمجموعه من البروسيج او الفانكشن، وممكن انادي الفانكشن وانفذها. بيبقى عندي المين بروجرام وممكن يعمل كول ل بروسيجر 1، بروسيجر 2، بروسيجر 3 اند سو اون. اما بيجي البرنامج يتنفذ بيبدا من المين بروجرام ويبدا يوصل لحد ما يعمل كولينج لاي بروسيجر ويروح ينفذه. خلص بيرجع للسطر التالي او الانستراكشن التالي وينفذ المين بروجرام. لو في كولينج تاني بيروح ينادي البروسيجر وينفذه لحد ما يوصل ليه ويبدا يرجع، وهكذا ما يوصل لنهايه المين بروجرام. طبعا في الوضع ده بتبقى عندي الداتا موجوده في المين بروجرام، وكل البروسيجر دول ممكن يعملوا لها اكسسنج لنفس الداتا ويعمل موديفيكيشن فيه. يبقى هنا البروسيجر ده ممكن يعمل موديفيكيشن للداتا دي، والبروسيجر ده يعمل موديفيكيشن لهنا، والبروسيجر ده يعمل موديفيكيشن للداتا الموجوده في المين بروجرام. طيب المودولار بروجرامنج بدا يعمل مديول، الكل مديول ممكن يبقى فيه داتا ويقدر يعمل اكسسنج للداتا. بيبقى عندي المين بروجرام فيه الداتا، المديول برضه بيبقى فيه داتا وبالاضافه للداتا الموجوده في المين بروجرام، والبروسيجر الموجوده في المديول ممكن يعمل اكسسنج للداتا الموجوده في المين بروجرام ويعمل اكسسنج للداتا الموجوده في المديول، وهكذا. نفس الوضع بيبقى عندي اكثر من مديول، والبروسيجر يقدر يعمل اكسسنج لاي داتا موجوده سواء في المين بروجرام او الداتا الموجوده في المديول 2، اي بروسيجر يقدر يعمل اكسسنج للداتا ويعمل موديفيكيشن فيه. تعالوا اهم مشكلتين او اهم المشاكل الموجوده في البروسيجر بروجرامينج اللي احنا قلناه. طبعا مفيش قيود على التعامل مع الداتا الموجوده في
البرنامج unrestricted accessing to global data، مفيش اي restricted موجودة او اي قيود. الحتة التانية مفيش علاقة ما بين الفانكشن او البروسيجر ده او المديول والداتا الموجودة فيه. انت بتعمل تعديل، كانت بتحسب مثلا سعر حاجة ممكن تقدر تعدل في طول شخص موجود في البرنامج عادي في المديول، حدش يقول لك لا. هنا الموديل اللي عندي ده مفيش قيود، فالموديل ده بيحكيش الواقع، لان كل في الواقع كل موديل او كل مديول له الداتا بتاعته. زي ما انت ما عندك قناعات بحاجة معينة محدش هيقدر يعدلها الا انت، لانك انت اللي تمتلك الداتا وتقدر تعدل فيه، انا ما اقدرش اعدل فيه لان هي في دماغك موجودة عندك. فهنا دي ما بتحكيش الواقع او الريال وورلد بالنسبة للموديل. البروسيجر بروجرامينج كان في مشكلة تانية، كان في ان انا عندي مجموعة من الجلوبال داتا. الجلوبال داتا كل مديول او كل فانكشن تقدر تعمل اكسسنج وموديفيكيشن في الداتا. عدد الريليشن الموجود ما بين الفانكشن والجلوبال داتا، اكتر من داتا بيبقى ايه موجود كوميونيكيشن كتير جدا، وانا لو حصلت مشكلة مش هقدر اوصل الفانكشن رقم 10 هي اللي عدلت في الداتا دي ولا الفانكشن رقم 1 ولا، لان البرنامج ممكن يكبر مني وانا شغال كل فترة بضيف جزء جديد وفانكشن جديدة، فبعد فترة مش هبقى عندي الكوميونيكيشن الموجودة او الكونكشن الموجودة ما بين الداتا والفانكشن، ومش هبقى عارف الا حمل موديفيكيشن او تعديل في الداتا. فدي من احد المشاكل الخطيرة الموجودة في البروسيجر بروجرامينج مع الجلوبال داتا. عن المبرمجين او المطوري البرامج بدأوا يتجهوا لنوع جديد من البرمجة اللي هي الاوبجكت اورينتد بروجرامينج. الاوبجكت اورينتد بروجرامينج بتهتم بحاجة مهمة جدا، ان انا ببدأ اتعامل مع البرمجة على انها اوبجكت، على انها سينجس اشياء منفصلة. عندي هيومن عايز يكلم هيومن تاني، شخص عايز يكلم شخص، احمد عايز يكلم محمود. احمد كاحمد موجود له البيهيفير بتاعه وله الاتريبيوت بتاعته وله الداتا بتاعته وله الفانكشن بتاعته. احمد طويل قصير وهكذا، شعره لونه كذا وهكذا، والداتا اللي عنده موجود اللي يقدر يعدل، عارف ان 5 + 3 = 8، يبقى دي behavior داتا عنده فانكشن يقدر، ما تقول له اجمع 3 + 5 يقول لك 8. ممكن يكون علي اللي في الاتجاه الثاني عنده قناعة وتعليم ان 5 + 8 + 3 = 7، فالداتا اللي عنده بالشكل ده يبقى هو عنده قناعات موجودة بالشكل ده، عايز تتعدل او ما تتعدلش. ده بيعرف يحسب مساحة المثلث، ده بيعرف يحسب حساب مساحة المستطيل وهكذا. فانت بتيجي كل اوبجكت من دول بتديله الاتريبيوت بتاعته والفانكشن بتاعته، فبيبقى عندك مجموعة من الكلاس، وهنعرف يعني ايه كلاس خلال الترم بتاعنا ده او الفصل الدراسي ده، تمام. فكل اوبجكت من دول اما بيعوز حاجة من الاوبجكت التاني بيبعت له مسج، يبدأ يبعت له رسالة التاني يرد عليه. هنفترض ان الاوبجكت ده بيعرف يحسب مساحة المثلث، فانا هقول له بعد اذنك احسب لي مساحة المثلث اللي طول القاعدة بتاعته كذا والارتفاع كذا، فيرد عليه بالنتيجة. نفس الوضع الاوبجكت ده لو بيحسب حساب مساحة المعين او بعت له اطوال اضلاع المعين هيرد عليه. نفس الوضع الاوبجكت ده بتاع المربع وهكذا. يبقى كل اوبجكت بيعمل انتر اكشن مع الاوبجكت التاني من خلال رسالة، انما تفاصيل الاوبجكت ده فيه ايه او الداتا الموجودة فيه او ان انا اعدل في الداتا الموجوده فيه، ما ينفعش اعدل في الداتا اللي جواه عن طريق نفسي، لان ده عنده الفانكشن اللي هتعدل فيه الداتا بتاعته والخصائص بتاعته. طيب السي بلس بلس زي ما خدناها كانت بتشتغل بروسيجر واوبجكت اورينتد بروجرام. طيب الاوبجكت هو عباره عن سوفت وير اقدر اعمل له يوزابيلتي، اقدر استخدمه اعيد استخدامه خلاص سهل. نفس الوضع السوفت وير ديفلوبر اللي بيصممه لغه البرمجه قال لك ان الاوبجكت اورينتد افضل من الميديولر بروجرامينج، وبتبقى مور برودكتيف وسهله الاندرستاندينج واقدر اعمل لها كوريكت موديفيكيشن بمنتهى البساطه. فلغه الاوبجكت اورينتد اللي هنشوف تفاصيلها هتلاقي فيها التفاصيل السهله دي، بالاضافه ان هي بتحاكي الواقع، انك لما بتيجي شخص يتعامل مع شخص، شخص بيتعامل مع كمبيوتر، شخص بيتعامل مع عربيه، بيبدا ملوش علاقه بالفانكشن والداتا الموجوده. انا عايز خدمه بطلبها
وهكذا. لو انا عايز اخلي العربيه تجري وانا راكبها بدوس على بدال البنزين فالعربيه بتسرع. ايه اللي حصل؟ انا ماليش دعوه، هي سرعت وخلاص، فانا بعت لها رساله ان زود السرعه، فبدا يزود. طبعا السي بلس بلس فيها لايبرز كتير خاصه بالكلاس والفانكشن، فطبعا اقدر استخدم الكلاسز والفانكشنز الموجوده في السي بلس بلس اللي هي جامل فيندور، او بعض الناس او اللي هو بيعمل حاجات ويبدا يحطها على النت وانا اقدر استغلها في البرامج بتاعتي واعمل لها ريوزابيليتي في الجزء بتاعي. تعالوا نرجع للجزء بتاعي، واحنا قلنا ان احنا هنعمل مراجعه، تعالوا نرجع للمراجعه. طبعا انا هنعمل انستول للاي دي اي الانتجريتد ديفلوبمنت انفايرمنت الخاصه بالسي بلس بلس. طب الانتجريتد ديفلوبمنت انفايرمنت هتديني ايه؟ هتديني ان انا اعمل اديتنج وديبجنج واعمل كومبايلنج ولينكينج واعمل ران للبرنامج. فطبعا البرنامج بتاع السي بلس بلس بصفه عامه بيتكون من مجموعه من الفانكشنز، ولازم يبقى فيه فانكشن اساسيه اللي هي المين فانكشن اللي البرنامج بيبدا يتنفذ منها. طيب احنا اتعلمنا في الترم اللي فات على الوضع الاتي، ان البرنامج لازم يبقى فيه فانكشن اساسيه اللي هي المين بروجرام، والمين بروجرام بيبقى فيها مجموعه من الكود ده اللي بيتنفذ. واما بكتب المين فانكشن لازم اعمل بريسز، افتح بريس واقفل بريس، والفانكشن بيبقى له ريتيرن الداتا تايب ولها اسم ولها ارجمنتس لو عايز اعمل باسنج الداتا للفانكشن. تعالوا نشوف ابسط برنامج احنا اتعلمناه. تعالوا ناخد البرنامج كده ونفهمه على اساس ايه، مش هنبقى نتكلم في الحاجات دي بعد كده. لو بصينا على اللاين واحد هنلاقيه سنجل لاين كومنت، ده كومنت او تعليق. عرفنا منين تعليق؟ من الاثنين سلاش دول، معناها ان الكومبايلر هيعمل اجنور ده، والتعليق ده ليا انا كمبرمج او زميلي اللي هيقرا الكود او اي حد شخص هيقرا، انما الكمبيوتر او الكومبايلر مالوش دعوه بكل الكومنتس. اللاين 2 نفس الوضع، كومنتس، عرفت انه من كومنتس بادئ باثنين سلاش. اللاين 3 باوند سايند الشباك دي او الهاش، انكلود لازم تكتبها سمول كاركتر، وبعمل علامة أقل من وأكتب أي أو ستريم وأقفل علامة أكبر من. طالما لقيت الاتنين سلاش دول معناها اعمل إجنور لكل ال جاي بعد نهاية لحد نهاية اللاين اللي جاي بعد ده. اللاين 4 الوايت سبيس في السي بلس بلس ملهاش معنى، الوايت سبيس في السي بلس بلس ملهاش معنى، يعني كومبايلر بيعمل لها إجنور. اللاين 5 كومنت، عرفت منين؟ سنجل لاين كومنت يعني اتنين سلاش جنب بعض و اللاين ده كله كومنت. الجزء الاساسي عندي من اللاين 6 انت، دي الفانكشن، ده نوع الداتا اللي تعمل لها ريتيرن داتا تايب، هتبقى نوعها انتجر يعني ارقام صحيحه، والفانكشن اللي هي المين، ان لازم اي برنامج فيه البروسيجر بروجرامينج في السي بلس بلس لازم يبقى فيه فانكشن واحده على الاقل اللي هي المين، ممكن يبقى فيه اكتر من فانكشن بس لازم يبقى فيه المين فانكشن او فانكشن. فهنا خلاص هاجي في اللاين 7 هفتح البريس اللي هو القوس المعوج وابدا اكتب البادي اوف فانكشن ما بين تو بريس، اللاين 7 لحد اللاين 12، وهبدا في اللاين 8. اللاين 8 كتبت السي اوت اللي هي موجوده في اللايبراري اي او ستريم اللي هي خاصه بعمليه الاخراج على الشاشه، بعمليه الاخراج على الشاشه، واجي استخدم الانسرشن اوبريتور اللي هم علامتين اقل من، واكتب الرساله اللي هتتعرض. الرساله بحطها ما بين علامات تنصيص دبل كوتيشن، الدبل كوتيشن خلاص يبقى هيطبع الرساله زي ما هي الا اذا كان فيها سكيب سيكون باك سلاش ان. وهنشوف باك سلاش ان يعني ايه، اللي هي نيو لاين، هات سطر جديد. طب يبقى يعرض لي الرساله دي زي ما هي كده ما بين علامه تنصيص، طالما ما بين علامه تنصيص وما فيهاش سكيب سيكونس هيعرضها لي يبقى ويلكم تو سي بلس بلس وباك سلاش ان يعني هات سطر جديد. فاول ما تعمل ران للبرنامج ده يعرض لك الرساله دي، وتلاقي الكورسر او المحس في بدايه السطر الثاني وعمال يعمل فلاشنج وانت عامل اوبن. اللاين 9 وايت سبيس خلاص اجنور. اللاين 10 ريتيرن زيرو معناها ان البرنامج تم تنفيذه بنجاح، وهيرجع زيرو للبرنامج اللي مناديه اللي هو الاوبريتنج سيستم
ويقفل البرنامج وكده تم تنفيذ البرنامج بنجاح. وما ننساش طبعا نقفل البريس. السي بلس بلس كل السطور اللي فيها لازم تنتهي بسيمي كولون، كل السطور الموجوده في السي بلس بلس لازم تنتهي بسيمي كولون. يبقى انا هنا ايه فهمت البرنامج، لو انا عايز اعمل لايبراري احطها وهكذا. طب في حته واحد بيقول لي دلوقتي انت نسيت تكتب يوزنج نيم سبيس ستاندر. طب لو نسيت اكتب يوزنج نيم سبيس ستاندر اعمل ايه؟ ها جميل صح، هاجي هنا اكتب اس تي دي واعمل الريزوليوشن اوبريتور، احط كولون مرتين، اكتب اس تي دي والحروف سمول وبعدين استخدم الكولون اللي هي النقطتين فوق بعض جنب بعض نسميها ريزوليوشن اوبريتور واشغل البرنامج، او ارجع واكتب هنا يوزنج نيم سبيس ستاندر عشان البرنامج يشتغل. كلام جميل. تعالوا نشوف برنامج تاني برضو سهل، ها كوماند تمام انكلود اي او ستريم تمام يوزنج نيم سبيس ستاند تمام وسيمي كول، وبعدين المين فانكشن اللي هي لازم تبقى موجوده في برنامج السي بلس، والريتيرن الداتا تايب نوعها انتج واسم الفانكشن مين والارجيومنتس مفيش ارجيومنتس، وقفلت البريس وقفلت البريس، وادي البادي اوف فانكشن ادي اسم الفانكشن، سي اوت هالو وورلد هيعرض لي الكلمه دي عشان موجوده مع بين علامات تنصيص، وهنا سي اوت اي ام سي بلس بلس بروجرام موجوده ايه ما بين علامات تنصيص، فاللي يطلع هالو وورلد وعلامه تعجب والجمله الثانيه لازقه فيه. طب لو عايز تسيب سطر تعمل باك سلاش ان تمام. السكيب سيكونس اللي قلنا عليها عندي سكيب سيكونس كتير هنقول بعضه، وطبعا الباقي انت ممكن تدور عليه وتعرف تمام. السكيب سيكونس باك سلاش ان معناها نيو لاين، يعني ايه؟ يعني بيقول لك كوز ذا كورسر تو جو ذا نيكست لاين ويقف في بدايه السطر اللي بعد. باك سلاش تي هوريزونتال تاب، يعني هيسيب لك حسب التاب والبريتنج سيستم ظابطها اربعه او سته، فهيتحرك افقي كده اربع مسافات او ست مسافات ليمين او شمال حسب الاتجاه المحاذاه اللي عندك. باك سلاش ايه الارم، الارم يعني هدي صوت، هيدي لك زي بيب او صفاره في الجهاز بتاعك. طيب باك سلاش بي هيرجع لك باك سلاش خطوه، لو انت ماشي من الشمال لليمين يرجع يقف على السطر اللي بعد، باك سلاش بي يرجع يقف على السطر اللي بعد، وهكذا بيرجع لك بيرجع الكورسر خطوه واحده للاتجاه الشمال لو احنا من الشمال لليمين. باك سلاش ار دي كاريدج ريتيرن، كاريدج ريتيرن يعني هيجي لك فوق اول السطر اللي انت فيه، يعني بيروحش لسطر جديد بيقف في اول السطر اللي انت فيه، لو انت كنت في المكان 10 في السطر يرجع يقف في اول السطر وهكذا، يرجع لك يقف لك في اول السطر. طب لو انا عايز اكتب في الاوتبوت بتاعي الباك سلاش او السلاش او ما شابه، لو هتستخدمها بتعمل باك سلاش وتعمل باك سلاش ثانيه، دي معناها يطبع لك باك سلاش واحده. لو عايز تطبع سنجل كوتيشن او دبل كوتيشن بتعمل باك سلاش وتحط سنجل كوتيشن او دبل كوتيشن، هيرسمها لك وتنطبع في الاوتبوت بتاعك. نفس الوضع لو انا عايز اعمل كومنت بعض السيمبلز اللي ممكن نستخدمها، يبقى هنا لو شفت دي معناها ان ده اللاين اللي جاي ده كومنت طالما اتنين سلاش. الباوند ساين طبعا ده بنستخدمه لما نكون هنستخدم بري بروسيسور درايف او دايركتيف، وبنحطه للايبريز اللي احنا نستخدمها. الاقواس اللي بالشكل ده بنسميها اوبننج اند كلوزنج براكت، اللي هي الزاويه او الانجل براكتس دي اقل من واكبر من. الاوبن والكلوز اللي هي الاقواس العاديه بنسميها برنسز برنسز، وبنبدا نحط الاقواس العاديه يبقى برنسز. الاقواس المعوجه بنسميها بريسز اوبن وكلوز بريس، ودي اللي بنستخدمها مع الفانكشن. الكوتيشن دبل او سنجل كوتيشن بنستخدم يا دبل يا سنجل كوتيشن زي ما شفنا. السيمي كولون ده شيء اساسي بنستخدمه معاه، يبقى دي بعض الكلمات او بعض الرموز اللي ممكن ايه تقابلنا ونقولها، يقول لك برنسز بريسز اند سو اون، يبقى انت عارف كويس. اتكلمنا عن الفاريبل، قلنا ان الفاريبل هو ايه؟ عبارة عن ميموري لوكيشن بخزن فيه الفاريبل، عبارة عن ميموري لوكيشن بحدده عشان اخزن فيه الداتا او قيمة المتغير اللي انا هعمل له اساينمنت. يبقى الفاريبل طبعا هو عبارة عن اسم
وباخد عن طريق الاسم ده بحجز مكان في الميموري للفاريابل ده، بحيث ان انا الميموري لو كانت عندي بشكل راك او عمود بالشكل ده بتبقى مثلا عبارة عن مجموعة من البايتس، بايتس واحد واثنين لحد طول الميموري لاين. فانت بتحجز مكان للفاريابل، ممكن ياخد سنجل بايت، تو بايت، فور بايت، اي نمبر من البايتس حسب نوع الداتا تايب اللي انت هتشتغل عليه. على سبيل المثال لو الفاريابل انا مسميه توتال هياخد 4 بايت، يبقى ايه؟ واخد 4 بايت حسب المكان بتاعه والمكان اللي اتخزن فيه والفاليو بتاعته بتتخزن في المكان ده. طبعا انا بحجز المكان. تعالوا نشوف الايدنتيفاير. الايدنتيفاير هو اسم المتغير اللي انا هستخدمه، اي يوزر ديفايند نيم بنسميه ايدنتيفاير، وله اشتراطات معينه. اهم الاشتراطات عندي انه ممكن استخدم الحروف كابيتال او سمول، وما يبداش بديجيت اللي هو الرقم، وينفع يبدا في بعض اللغات باندر سكور وفي بعض اللغات التانيه ما يبداش، ولازم اتجنب انه ياخد الكيوردز بتاعه اللغه اللي انا شغال بيها. يبقى انا هنا يبدا بكاركتر سواء كابيتال او سمول واي عدد من الحروف بعد كده او الرموز، وما يبداش بديجيت رقم يعني، وممكن يبدا باندر سكور وما يبداش او ما سميش باسم الكلمات المحجوزه او الكيوردز الموجوده في اللغه. وطبعا ما يبقاش فيه وايت سبيس، ما يبقاش في نصه وايت سبيس اللي بنسميه الايدنتيفاير. تعالوا نبص هنا برنامج تاني يوضح لنا الصوره عشان نراجع، عشان مش هنقول الكلام ده تاني. اللاين واحد كومنت، عرفنا منين؟ اثنين سلاش اللاين اثنين كومنت، بدأ باثنين سلاش كومنت. اللاين ثلاثة انكلودنج اللايبرز الاي او ستريم، وده طبعا اي اثنين سلاش بعدها ان بقية السطر كله لحد اخره ده كومنت طالما جت اثنين سلاش. عايز تحط يوزنج نيم سبيس ستاندر، عرفنا لو ما حطيناهاش هنعمل ايه. باجي في اللاين خمسة برضو كومنت. اللاين ستة بداية المين فانكشن، واي برنامج في السي بلس بلس لازم يكون فيه فانكشن واحد على الاقل. وبفتح البريسز من اللاين 7 لللاين 13، وهنا بكتب الفانكشن اللي انا عايز انفذها او الامر الانستراكشن اللي عايز انفذها سي، وما بين دبل كوتيشن هيكتب لي ويلكم، واي سطر لازم يتم سيمي كولون سي اوت، وبرده انسرشن اوبريتور وتو سي بلس بلس وعلامه تعجب باك سلاش ان ده اسكيب سيكونس، والباك سلاش ان معناها سطر جديد. واللاين 10 وايت سبيس الكومبايلر بيعمل له اجنور. اللاين 11 ريتيرن زيرو معناها ان البرنامج اتنفذ بنجاح وبيرجع زيرو للكولينج فانكشن او الكولينج بروجرام اللي هو الاوبريتنج سيستم، معناها ان البرنامج اتنفذ بنجاح. واللاين 12 وايت سبيس. اللاين 13 بقفل البادي اوف فانكشن اللي هي المين فانكشن وبنهي البرنامج. لو عملت ران للبرنامج ده عملت له كومبايلنج طبعا هيديك رساله خطا لو نفذته بالشكل ده، لان انا ما استخدمتش يوزنج نيم سبيس ستاندر. لو المشكله دي يا اما تكتب يوزنج نيم سبيس ستاندر، يا اما تيجي هنا تكتب اس جي دي والريزوليوشن اوبريتور اللي هو 2 كولون ورا بعض وتعمل ران البرنامج هيشتغل. تعال نشوف السؤال السهل. What is the only function all C++ program must contain؟ ايه الفانكشن اللي كل برامج السي بلس بلس لازم تتضمنها؟ هي المين فانكشن. اي برنامج في السي بلس بلس لازم يبقى من ضمن الفانكشن بتاعته المين فانكشن. تعال نشوف كده. لو انا حبيت اشتغل مع فاريابلز، عايز اعمل فاريابل، قلنا اي فاريابلز قبل ما استخدمه لازم اعمل له ديكليريشن. يعني ايه ديكليريشن؟ يعني بحجز له مكان في الميموري وبديه ايدنتيفاير وبحجز له سايز في الميموري وهكذا. يبقى انا ايه؟ لازم اي فاريبل اعمل له ديكليريشن قبل ما استخدم. يبقى ايه؟ اي فاريبل لازم اعمل له ديكليريشن قبل ما استخدم. تمام. تعالوا نشوف البرنامج ده ونشوف هنعمل ديكليريشن ازاي. تعالوا نشوف هنا، ها السطر الاولاني ده ايه؟ تمام، بادئ باتنين سلاش، يبقى ده كومنت. اللاين اللي بعده كومنت. اللاين ثلاثة تمام، بادئ ب باوند ساين انكلود وبعدين اي او ستريم، يعني معناها اعمل انكلود لللايبراري اللي اسمها اي او ستريم في البرنامج بتاعك. الاي او ستريم كلايبراري خاصه بايه؟
بالانبوت او بوت، ديت الخاصه بالانبوت او بوت، يبقى لازم اعملها انكلود لو انا هعمل سي ان او سي اوت او اي حاجه خاصه بالانبوت او بوت. تمام، هستخدم يوزنج نيم سبيس ستاندر، يعني هستخدم ستاندرايزيشن للاسامي اللي عندي سي اوت وسي ان واند ال وما شابه. تمام، هكتب المين فانكشن ريتيرن داتا تايب، اسم الفانكشن المين، البرنسز او الارجمنتس اللي تاخدها، وبعدين البادي اوف فانكشن. البادي اوف فانكشن يبقى البادي اوف فانكشن انت بار، هنا هعمل ديكلاريشن للفاريابل اهو، انت بار بعمل ديكلاريشن، يعني بعمل ديكلاريشن للفاريابل، بقولها بالراحه، يعني بدي له اسم اللي بسميه ايدنتيفاير، بديته اسم سميته بار 1، واديته داتا تايب عشان يحجز مكان في الميموري، ال int يعني الفاريابل ده من نوع انتجر بالارقام الصحيحه، واسمه بار، يبقى انا حجزت في الميموري مكان لمتغير اسمه بار 1. اما احب اجيب البار 1 هروح يجيبه، له ادرس ولوكيشن موجود في الميموري ونوع انتجر، هنشوف الانتجر ده بياخد كام بايت بعد شويه. وحجزت تاني متغير نوع انتجر وبار 2، يبقى انا عملت ديكلاريشن لاثنين فاريابل، عملت ديكلاريشن لاثنين فاريابل من نوع انتجر. تمام، بار 1 بتساوي 20، عملت assignment للفاريابل بار 1 ب 20. تمام، يبقى بار 1 له مكان في الميموري، له ادرس اروح اقدر اجيبه بعنوان، وله اسم بار، وله قيمه دلوقتي. طالما بقى له قيمه يعني عملت له assignment للقيمه دي. بار 2 عملت له assignment بس استخدمت ايه؟ arithmetic operation. بار 2 بيساوي، يعني بعمل له assignment اهو، بار 1 بلس 10، يعني عملت assignment لبار 2 ببار 1. بار 1 بكام؟ بار 1 بكام؟ تمام، احنا لسه عاملين له assignment ب 20، يبقى 20 زائد 10 بتساوي كام؟ 30. يبقى بار 2 بعد ما نفذ الاوبريشن ده بقت ب 30، يبقى بار 2 بقت ب 30. هاجي هنا سي اوت، ها دبل كوتيشن اهي، يبقى هيطبع الرساله دي زي ما هي، بار 1 بلس 10 از، يطبع الرساله دي زي ما هي كده. تمام، واللاين خلص. يجي هنا سي اوت، ها ده مش ما بين دبل كوتيشن، يبقى هيطبع ايه؟ الماجنتيود المتخزنه في الفاريابل ده، يطبع كام؟ لسه حاسبين، يطبع 30. اند ال يجيب نيو لاين، والكورسر يجيب نيو لاين، ريتيرن زيرو، البرنامج خلص. اقفل البريس بتاع المين فانكشن، قفلنا البريس بتاع المين فانكشن. واحد بيقول لي انت تعب نفسك، طب ما احنا كان ممكن نيجي هنا نكتب انت var 1 وكوما وvar 2 وسيمي كول، واشيل السطر ده بدل ما اقعد اكتب سطر، وvar 2 var 1 بتساوي كذا، وvar 2 اعمل لها assignment على طول بvar 1 كذا، واجي هنا اعمل printing على طول، او اجي هنا واعمل var 1 بلس 10 وريح دماغي. يبقى انا هنا ايه؟ انت براحتك، انت بتتعلم، اتعلمت هنا ان انا اي فاريبل قبل ما استخدمه لازم ايه؟ في بدايه البرنامج اعمل له ديكلاريشن، اي فاريبل قبل ما استخدمه اعمل له ديكلاريشن، اي فاريبل قبل ما استخدمه في اي عمليه اريثماتيك اوبريشن لازم اعمل له اساينمنت، اخصص له فاليو. الليفت هاند سايد يساوي الرايت هاند سايد، يبقى الفاليو دي بقت بتاعت ده. الفاليو اللي هتبقى هنا هتبقى بتاعت ده. اي حاجه تحطها في الجنب اليمين ده لازم يكون لها فاليو قبل ما اعمل لها assignment، قبل ما احطها في الرايت هاند سايد هنا لازم يكون لها فاليو، سواء هنا او هنا، يبقى لازم تكون حاطط لها قيمه معينه. تعالوا نشوف البيزك فاريبل تايبس. طبعا احنا قلنا عندي عديد من الفاريبل داتا تايبس، في عندي الساين والانساين. ساين يعني له اشاره، اللي قدامنا ده ساين يعني له اشاره موجبه وسالبه. تمام، تعالوا نشوف كده. عندي بوليان او بولي، وده بيبقى فولس وترو، يعني يا صفر يا واحد. طب بياخد كام في الميموري؟ بياخد سنجل بايت، بياخد بايت واحد، بياخد بايت واحد. النوع الاكبر منه تشار او كاركتر، كاركتر طبعا ده ساين، فبياخد موجب وسالب، فبياخد من الرينج ناقص 128 لحد 127، وبياخد سنجل بايت في الميموري. يعني لما تكتب فاريبل تبقى انت خدت ايه؟ 1 بايت في الميموري، 1 بايت في الميموري. تمام،
الشورت بياخد 2 بايت في المم. طب الرينج بتاعه كام؟ من ناقص 32768 لحد 32767. خلينا فاكرين الرينج ده، الشورت بياخد 32 بالناقص 768 لحد 32767، وبياخد 2 بايت في المم. تمام. الانتجر بياخد من ناقص 2 147483648 لحد 247483647، وبياخد كام بايت. طبعا انتوا عارفين الكونفرجن بتاع الباينري، فانت مش عايز تحفظ، انت بس عايز تعرف دي. بياخد سنجل بايت تو بايتس، وتقدر تحسب الرينج سواء ساين او انساين. ساين يبقى نص الاعداد موجبه ونص الاعداد سالبه، وتقدر تحسبه. الخانه الاخيره هتشيلها وتحسب قيمه العدد. اللونج نفس الوضع، بياخد 4 بايت. الفلوت اللي فوق دول كلك، دول بياخدوا انتجر فاليو، يعني ارقام صحيحه. ده رقم صحيح، رقم صحيح، رقم صحيح، رقم صحيح، يعني ما فيش علامه عشريه لحد هنا. الفلوتنج نمبر والدبل دول بياخدوا ارقام عشريه. طب ايه الفرق ما بينهم؟ ده الرينج بتاعه 3 4 في 10 اس 38، 3 4 10 اس 38، وبياخد 4 بايت. والبريسيجن بتاعته، الدقه بتاعته لحد 7 ديجيت، يعني بياخد على رقم لحد 7 ديجيت قبل العلامه العشريه. النوع الثاني الدبل اكثر دقه، والرينج بتاعه من 1.7 في 10 اس 308 ل 1.7 في 10 اس 308، والبريسيجن بتاعته او الدقه بتاعته 15 ديجيت، وبياخد 8 بايت في المم. فانت تبقى عارف لو استخدمت فلوت انا هاخد احجز 4 اماكن او 4 بايت في المم. الدبل هيبقى انا هحجز 8 بس، ايه، على حساب البريسيجن او الدقه اللي انا هحتاجها. فانا لو جيت هنا على سبيل المثال عملت ديكلاريشن لفاريبل اسمه توتال من نوع انتجر، يبقى انا حجزت 4 بايت في المم. تمام. والفاريبل اسمه توتال، عملت له ديكلاريشن واسمه توتال، يبقى الايدنتيفاير هو اسم الفاريبل اللي اسمه توتال، وحجزت له 4 ممر، فهيبقى معروف ده له ادرس، كل مكان في الميموري له ادرس. حجزت هنا، لو عملت له اساينمنت ب 1639 خلاص، يبقى ال 4 بايت دول اتملوا بالرقم ده، يبقى ال 4 بايت بقى فيهم الرقم ده. تمام. يبقى انا هنا ايه، فهمت النوع الاول. تعال نقل على النوع الثاني، الانساين داتا تايب. الانساين طبعا هتبقى للانتجر، الارقام الصحيحه. طيب الارقام الصحيحه طالما انساين، يبقى اصغر رقم فيها هو الصفر. الانساين يبقى اصغر رقم هو الصفر، يبقى انا اصغر رقم عندي هنا هيبقى الصفر. تمام. يبقى انساين هياخد من زيرو اللي هو تشار او كاركتر، بكتب انساين وتشار، بياخد من زيرو لحد 255، بياخد كام بايت في الميموري؟ سنجل بايت. يبقى لو انت تستخدم انساين كاركتر، يبقى الرينج بتاعه من 0 ل 255. لو هتستخدم انساين شورت طبعا بياخد 2 بايت، تقدر تحسب الرينج بتاعه من 0 لحد 65535. تمام. الانساين انتجر بياخد 4 بايت، تقدر انت تحسب، عايز تحط 4 بايت وتوزع فيهم وحايد، يبقى انت لو حطيت فيهم كلك اصفار يبقى 0 لحد 4 294 967 295، بياخد 4 بايت. اللونج نفس الوضع، بياخد 4 بايت، وانساين يبقى اصغر قيمه له صفر لحد اكبر رقم. لما تيجي تعمل له ديكلاريشن في البرنامج بتاعك، بتكتب انساين ونوع الداتا اللي انت عايزها سواء تشار او شورت او انتجر، وبتكتب اسم الفاريبل اللي هو الايدنتيفاير. والايدنتيفاير له شروط، حد يفكرنا بيها كده؟ تمام. ما يبقاش فيه سبيس، ويبدا بكاركتر واي عدد من الكاركتر او الحروف، وما ينفعش يبدا بديجيت او رقم، وما ينفعش يبقى كلمه محجوزه. تمام. تعالوا نشوف بعض التعريفات البسيطه كده. احنا اتعلمنا انكلود باوند ساين، انكلود دايركتيف. دايركتيف دي ان انا هعمل انكلود للايبرز، يعني البرنامج هيتضمن الايبرز اللي انا هكتبها بعد الانكلود. الفاريبل زي ما احنا عرفنا، الفاريبل ريبريزنت ستورج لوكيشن ان ذا كمبيوتر موم. الفاريبل هو عباره عن مكان لتخزين او مكان تخزين المتغير ده في الميموري بتاعه الكمبيوتر. الكونستانت هي داتا ثابته ما ينفعش اغيرها اثناء
الران بتاع البرنامج. الايدنتيفاير زي ما احنا قلنا هو اذ بروجرامر يو ديفاين نيم ذات ريبريزنت سام اليمنت اوف ذا بروجرام. طبعا الايدنتيفاير احنا شفناه هو اسم المتغير، وهنشوفه لبعض الحاجات تاني. يبقى الايدنتيفاير هو بروجرامر ديفاين نيم، بيمثل اي اليمنت المبرمج هيستخدمه في البرنامج بتاعه، زي الفاريبل. انت بتيجي تسمي الفاريبل اسم يبقى اسمه الايدنتيفاير، اكس المتغير اكس يبقى الايدنتيفاير اكس، وهكذا. تعالوا نشوف الارثماتيك اوبريشن اللي ممكن اعملها في السي بلس بلس. احنا عرفنا في السي بلس بلس او في الارثماتيك العاديه احنا عندنا مجموعه من الارثماتيك العاديه، الاديشن والسبتراكشن والمالتيبليكيشن والديفيجن والمديولس. الاديشن اللي هو الجمع، وكنا بنستخدم السمبل بلس. السبتراكشن اللي هي الماينس. المالتيبليكيشن بنستخدم الستار. الديفيجن كنا بنستخدم السلاش. المديولس بنستخدم البرسنتج بتاعت او البرسنتج اوبريتور. انت في الوضع الطبيعي في الرياضه العاديه كنت بتكتب اف زائد 7، ده يعني اجمع القيمه الموجوده في الاف على 7، المتغير اف في قيمه تجمع عليه 7 وهكذا. لو اف ب 3 يبقى 3 زائد 7 ب 10. لو هنا بتطرح من البي ناقص السي، القيمه الموجوده في السي بتشيلها من البي وتبقى الناتج نتيجه الطرف. عمليه المالتيبليكيشن كنت بتكتبها بالشكل ده، بي ام يعني يضرب الام في البي، او تعمل دوت ما بينهم، بي مضروبه في الام، تكتبها باي شكل. في السي بلس بلس هنا بتختلف العمليه، لازم تكتب ستار ما بينهم، يبقى بي مالتيبلايد ام، البي مضروبه في الام، لازم تحط الستار، تحط النجمه، ده معناها ان ده مضروب في ده. ديفيجن لازم كنت تكتبها كده علامه الاسم او سلاش كده وتعمل الاسم. في السي بلس بلس لازم تكتبها بالشكل ده، اكس سلاش واي، ويبقى اسم دي. المديولس او الريميندر فاليو كنت بستخدم او هنستخدم ايه الريميندر، كنت بنكتبها كده ار مود اس، يعني باقي اسمه الار على الاس. يعني على سبيل المثال لو عندك 21 مود 5، 21 مود 5 يعني هتشوف اما اقسم ال 21 على 5 هيبقى كام؟ 21 على 5 فيها الا 4 ويبقى 1، يبقى هنا هيبقى الباقي 1. وبتكتبها في السي بلس بلس ار برسنتج اس. فهنا على سبيل المثال لو خدنا 26، 26 على 6، 26 ريمندر 6، 26 ريمندر 6 يبقى 26 هتبقى 4، ال 4 في 6 ب 24 هيبقى الريميندر 2، يبقى 26 ريميندر 6 هيبقى ايه؟ 2. تمام؟ تعالوا نشوف مثال كده ونشوف. بيقول لك وات ذا اوتبوت اوف ذا فولوينج سيجمنت اوف ذا كود؟ تراك يور فاريبل، يبقى انت هتحاول تعمل تراكنج لو في فاريبل. تعالوا نشوف كده. بيقول لك سي اوت وبعدين دبل كوتيشن، يبقى هنطبع زي ما الا اذا كان في سكيب سيكونس. تمام؟ ادي دخلنا هنا باك سلاش تي، باك سلاش تي يبقى هوريزونتال تا. تمام. او بي يكتب او بي، وايت سبيس مسافه، بي اي باك سلاش ان، باك سلاش ان يجيب سطر جديد يكتب ايه، باك سلاش، باك سلاش يعمل باك سلاش، ان اي ان اي، خلاص خلص الاوتبوت. الامر اللي بعده انت اكس بتساوي 13 واي بتساوي 3، سي اوت اكس على واي، ها دي علامة ايه الاسم، 13 ونوع انتجر يبقى ارقام صحيح، 13 على 3 فيها كام؟ فيها الاربعة لانه ما بيجيبش فراكشن، يبقى 13 على 3 لانه انتجر هيجيب رقم صحيح 4. تمام. واي على اكس، 3 على 13، 3 على 13 ما تنفعش، يبقى الاسم بصفر. تمام. اكس ريميندر واي، اكس ريميندر واي، 13 على 3، 13 على 3 فيها كباقي اسمه لان 3 في 4 ب 12 يبقى الباقي 1، يبقى اللي هيطلع 401. هنا سي اوت، ها دبل كوتيشن، يبقى هيطلع الموجود زي ما هو الا اذا كان في اسكيب سيكونس، باك سلاش دبل كوتيشن هيطبع الدبل كوتيشن، باك سلاش باك سلاش هيطبع الباك سلاش، ان يطبع الان، نيو او ناو يطبع ناو، وبعدين باك سلاش ها دبل كوتيشن يطبع دبل كوتيشن، فالاوتبوت هيبقى بالشكل ده. تعالوا نشوف كده برضو مثال، رايت بلوك اوف كود ذات الاو يوزر تو انتر ذا فاليوز فور ويدز اند لينث اوف ذا روم فلور
1 متر. The program outputs the area of the flower in square meter. You don't need to write the full program. يعني هتكتب الكود اللي موجود جوه المين فانكشن. سهل. بيقول لك ايه؟ عايزك تستقبل ال width واللينث من اليوزر وتحسب لي مساحة الأوضة. الأوضة عبارة عن مربع أو مستطيل، يبقى حاصل ضرب الطول في العرض. تمام. هتعمل declaration float length width، يبقى أنا عملت declaration لل variables. وبعدين هطلب من اليوزر cn extraction operator length extraction operator width، يبقى ايه هنا اليوزر هيدخل اتنين متغير واي وايت سبيس ما بينهم، وبعد ما يخلص انتر هنا كتب الويدز بخمسة وضغط المسطرة، ضغط تاب، ضغط انتر، هينتظر انه يدخل الفاريابل التاني بتاع الويدز ويدخله ستة ويبدأ يضغط انتر، هيبدأ ينفذ سي اوت ذا اري اوف ذا فلاور سكوير متر لينس في ويدز، هيضرب الاتنين في بعض خمسة في ستة، يكتب لك هنا 30 ويجيب لك نيو لاين. او تعملها بالشكل ده float length width area وبعدين please enter the length and width of the room، وبعدين تعمل cn length width وبعدين تحسب الاريا وتحسب لي الاريا تطبعها في الاخر area in the flower in square meters area، هطبع لي الفاليو بتاعت الاريا اللي انا حسبتها في السطر اللي قبله ويجيب نيو لاين. تعال نشوف مثال بسيط كده. لو انا قال لي اكتب البرنامج بصوره كامله، يبقى لو اكتب البرنامج كامل ممكن اعمل كومنتس نفس البرنامج، بس قال اكتب ايه فول بروجرام، اكتب البرنامج كله. تمام. يبقى تيجي ايه، عايز تعمل كومنتس اعمل، مش عايز تعمل كومنتس خلاص، يبقى تكتب منين باوند ساين انكلود اي او ستريم، لان هستخدم السي ان والسي اوت يوزنج نيم سبيس ستاندر ستاندرايزيشن، وعرفنا لو ما استخدمتش يوزنج نيم سبيس ستاندر هعمل ايه، والوايت سبيس ملهاش لازمه، وهاجي في المين فانكشن انت مين فانكشن وهفتح البريسز بتاعت الفانكشن للمين، وهاجي اعمل ديكلاريشن للفاريبل انت لينث ويدز اريا، وهبدا اطلب من اليوزر ذيس بروجرام كالكوليت ذا اريا اوف ريكتانجلر اللي هي الاوضه، وبعدين هطلب من اليوزر بعد كده انه يدخل فاليو انتر ذا لينث اند ويدز اوف ذا ريكتانجل، وبعدين اعمل سيبريت بالسبيس، وبعدين هقول له سي ان اكستراكشن اوبريتور لينث ويدز، وهيدخل الاثنين فاليوز قلنا ما بينهم اي وايت سبيس، وبعد كده يعمل كالكوليشن للاريا اللينث في الويدز، وبعد كده هعمل سي اوت اي دبل حاجه ما بين دبل كوتيشن يطبعها زي ما هي ذا اريا اوف ذا ريكتانجلر از دبل كوتيشن اهي، وهيطبع لي الفاليوز بتاعت الاريا اللي اليوزر دخلها حسب ما دخل الفاليو بتاعت اللينس والويدز، ويجيب لي سطر جديد وريتيرن زيرو، البرنامج اتنفذ بتمامه وهيقفل البرنامج. طبعا هنا انا بعد ما اكتب الكود ده هعمل له كومبايلنج ولينك، لو حصل وطلع الاكزي فايل خلاص يبقى البرنامج اتنفذ وما فيش اي سينتاكس اير، لو ما اتنفذش هبدا اشوف ايه اللي انا غلطت فيه، هل انا كتبت انت غلط، كتبت سي اوت غلط، كتبت الاقواس دي مش كده، عملتها الاتجاه الثاني، عملت الاكستراكشن او انسرشن اوبريتور هنا بشكل مختلف، نسيت حاجه، ما كتبتش حاجه، ما كتبتش انكلود لايبراري، ما كتبتش حاجه، فانت هتجرب اعمل دي، غير ده حرف كابيتال، انسى حرف في اللايبراري بدل ما اي او ستريم اكتبها اي او تريم، يوزنج نيم سبيس ستاندر شيلها واعمل ران للبرنامج شوف ايه اللي هيحصل، وشيلها وجرب واكتب ستاند هنا وريزولوشن اوبريتور وجرب كل حاجه، انت قدامك تجرب، عيش مع حياتك وجرب قد ما تقدر واعمل اخطاء وشوف ايه اللي هيحصل. جو البرنامج نفذ صح وعمل له كومبايلنج خلاص هيعمل لك ران ويطلع لك الرساله this program calculates the area of rectangular، وبعدين يقول لك بليز انتر ذا لينث اند ويدز اوف ريكتانجلر، وبعدين يبدا ينتظر انك تدخل اللينث والويدز 10 و20 وبتضغط انتر وما بينهم وايت سبيس، هيطلع لك الرساله ان الويد الاريا بتاعت الريكتانجلر 10 في 20 ب 200 ويطبع لك الكونستانت كواليفاير. طبعا انا لو عايز متغير يبقى ثابت طول البرنامج زي ما احنا قلنا من شويه، فانا بعمل الكونست او الكونستانت، بعمل الكونست اللي هي سي او ان اس تي، واي داتا تايب بتحطها بعد كده انتجر فلوت كاركتر دبل اي نوع من الداتا تايب ان ساين ساين زي ما انت عايز، وبتكتب اسم الفاريبل اللي انت عايزه وتعمل له اساينمنت، يبقى انت لازم وانت بتعمل الكونستانت فاريبل لازم تعمل له انيشاليزيشن في نفس الوقت، تعمل له ديكلاريشن وانيشاليزيشن. طب لو نسيت اعمل له ديكلاريشن او انيشاليزيشن هيديني رساله خطا، الكومبايلر هيديني رساله خطا ومش هيكمل البرنامج الا لما تعمل له انيشاليزيشن في نفس السطر. يعني ما ينفعش اكتب كونستانت فاليو بي اي واحط سيمي كولون واكتب هنا بي اي بتساوي 3.14 وهكذا، يبقى لازم اعمل له
ديكلاريشن وانيشاليزيشن في نفس السطر، والكونستنت فاليو دي مش ممكن اغيرها في نفس البرنامج. لو حاولت تغيرها الكومبايلر هيديك رساله خطا. يعني لو كتبت البرنامج كده وجيت كتبت بي اي بتساوي 3.24 هيديني رساله خطا، اي فاليو تحاول تغيرها او حتى لو حاولت تعمل اساينمنت لنفس الفاليو. ممكن تستخدم الديفاين دايركتيف. الديفاين دايركتيف بيحدد قيمه للمتغير سواء كان كاركتر اولي. طبعا ممكن استخدمه كتكست اولي، اقول ديفاين واكتب كلمه ديفاين سمول كاركتر واكتب اسم المتغير اللي انا عايز اعمله بي اي على سبيل المثال والفاليو اللي هياخدها. ممكن تكتب بي اي وتكتب ما بين دبل كوتيشن احمد اي حاجه. يبقى انت تعمل ديفاين سواء كان نمبر او تكست زي ما انت عايز، وبتعمل ديفاين وبتستخدم البي اي بعد كده هتبقى بالفاليو دي. استخدمت نيم وعملت ما بين دبل كوتيشن احمد، يبقى ما تيجي تستخدم نيم هيبقى بي النيم اللي انت حطيته في الجزء بتاعه. تعالوا نشوف مشكله قوي وكلنا بنغلط فيه، الساين والانساين. ما بنفرقش بين ساين زي انساين وما بتفرقش. تعالوا نشوف المثال ده ونشوف المشكله اللي تحصل فيه. طبعا خلاص بقت سهله، كوماند كوماند انكلود الاي او ستريم اللي هي اللايبراري الخاصه بالانبوت اوتبوت يوزنج النسب ستاندر، ما تنساهاش ولو نسيتها في الحل بتاعها. وبعدين المين فانكشن واللي لازم تبقى موجوده، المين فانكشن في اي برنامج في السي بلس بلس لان البرنامج بيبدا تنفيذ من الجزء بتاع المين فانكشن. وهبدا اكتب البادي اوف فانكشن هنا، يبقى البادي اوف فانكشن اي ان تي ساين فار واكتب الفاليوز بتاعته، وانساين انت انساين فار واكتب الفاليو بتاعته، الاثنين نفس الفاليوز. وهاجي اعمل ملتيبليكيشن وساين. هنرجع قبل ما نبص على البرنامج ده ونمثله نشوف الرينجز بتاع الانتجر ساين وانساين فاريبل، نشوف الرينج بتاعتهم لحد كام على اساس نبقى احنا عارفين الرينج بتاع الساين فاليو كام والانساين فاليو كام، بحيث ان احنا نبقى عارفين. فقال لك هتاخد الساين فاليو تضرب الساين فاليو في 2 وتقسمها على 3 وتشوف. هتلاقي هنا ال فاليو هنا زادت عن القيمة اللي انت شغال بيها اللي هي الساين فاليو، تلاقي عدت الرينج. ما تضرب الرقم ده في 2 فهتلاقي ده قلب نيجاتيف، تقسمه على 3 فهديك نيجاتيف فاليو. الانساين فاليو طبعا الرينج بتاعه اكبر، لو رجع هتضربه في 2 هلا زال جوه الرينج، تقسمه على 3 لا زال في الرينج فهديك القيمة. تعمل سي اوت للاثنين هيبدا يوريك ان القيمة طلعت رونج. يعني لو ضربت الرقم ده وفي 2 وقسمته على 3 هيبقى نيجاتيف، ما ينفعش. الانساين الرينج بتاعه اكبر فهتلاقي الرقم لازال جوه الرينج ومفيش مشكله. فانت لازم تبقى خلي بالك من الرينجز بتاع الفاريبل وانت بتعمل له ديكلاريشن عشان ما تحصلش معاك المشكله دي. اتعلمنا ان عندي عدد من اللايبريز سواء بيلت ان او فيندور موجوده في البرنامج، ولازم تعمل انكلود لللايبرز اللي انت عايزها سواء كانت لايبر انت عاملها او موجوده من الويندو. من اهم اللايبرز الموجوده اللي هي السي ماس. السي ماس فيها عدد كبير من الفانكشن الخاصه بعمليات الحسابيه. طبعا الطرح والضرب والقسمه مش من اللايبرري بتاع السي ماس دي، مش عايزه لايبرري. اللي احنا قلناهم الخمسه اللي فاتوا دول مش عايزين لايبرري، اللي عايز لايبرري سكوير السي ماس اللي هي الحاجات الحسابيه زي سكوير روتس باور لوج لين ساين كوساين اند سو اون. انما اللايبرز بلس ماينس ملتيبليكيشن ديفيجن مش عايزه لايبرز. لو انت عايز تستخدم السكوير روت يعني تجيب الجذر التربيعي لاي رقم فانت تكتب البرنامج، فلازم اعمل انكلود للسي ماس لايبرري. السي ماس لايبرري اللي موجود فيها الفانكشن السكوير روت اس كيو ار تي، وبتحط القيمه بتاعت اللي انت عايز تجيب له السكوير روت ما بين البرنسز. Using namespace standard include خلاص هكتب الفانكشن ما بين تو بريسز، هعمل ديكلاريشن لاي variables قبل ما استخدمه double number و answer وبعدين square roots require دقت طب الدبل دي موجوده في ايه؟ في نهايه السطر ده. يبقى هنا double اثنين variables وهعمل من اليوزر هديله رساله سي اوت انتر ذا نمبر وبعدين سي ان نمبر هدخل لي النمبر. هعمل هنا الانسر ايكوال square roots of number النمبر اليوزر دخله، اليوزر دخل اربعه يبقى سكوير روتس بتاعت الاربعه هتبقى 2 ويطبع لي الانسر تبقى ب 2 وابدا هنا سي اوت سكوير روتس از انسر هيطبع لي ال 2 اند ال هيجيب لي سطر جديد وريتيرن 0 البرنامج هيتنفذ. لو انت كتبت البرنامج وما كانش فيه اخطاء في الرام بتاعه هتلاقيه
كتب لك كده انتر ذا نمبر، دخلت 1000 هيجيب لك السكوير روتس ويجيب لك القيمه بتاعته بتاعه السكوير روت اللي هو الجذر التربيع. ممكن اكتب برنامج واشوف احسب مساحه دايره على سبيل المثال نفس الوقت. يبقى البرنامج هنا انكلود اي او ستريم خاص بالسي ان او السي اوت يوزنج نيم سبيس ستاندرد انت مين المين فانكشن موجوده وريتيرن الداتا تايب بتاعتها واسم الفانكشن والبرنسس بتاعتها مفيش، وبعدين فلوت رد او الريجس بتاعها، وبعدين كونستنت فلوت بي اي القيمه بتاعته 3.14 وهكذا، وبعدين سي ان انتر ريجس اوف ذا سيركل خلاص هعمل برومبت لليوزر، هنتظر اليوزر يدخل سي ان ريد، ادخل لي القيمه بتاعتها، احسب الفلوت اريا تساوي البي اي في الريد ريد او الريجس ريجس، هيبدا يحسبها لي حسب القي ريجس اللي انت دخلته، وهيبدا يحسب لك سي اوت اريا از واريا ويعمل لك اند ال وريتير. يبقى هنا ايه منتهى البساطة هيحسب لك القيمة. لو على سبيل المثال دخلت الريجس بنص هيطلع لك القيمة بتاعت الايه الاريا بتاعت الداتا. تعالوا نشوف الاساينمنت اوبريتور. طبعا الاساينمنت اوبريتور من الاجزاء، يعني اساينمنت يعني بستخدم علامة ايكوال، بحط الليفت هاند سايد اوبريتور وبكتب تساوي وبكتب القيمة اللي بيساويها في الطرف الشمال، زي ما احنا كتبنا كده بار 1 بيساوي 20، فأنا بعمل اساينمنت لبار 1 بقيمة 20. طبعا الاساينمنت اوبريتور سهل، على سبيل المثال ممكن تكتب كده سي بتساوي سي بلس 3، يبقى انا عملت ايه؟ السي طبعا لازم اعمل لها ديكلاريشن قبل كده ومديها قيمه قبل كده. لو كانت موجوده قبل كده باتنين يبقى 2 زائد 3 بخمسه، يبقى السي بعد تنفيذ الامر ده بقت بخمسه. طبعا السي بلس بلس بيحبوا الاختصارات، فقال لك هنعمل اساينمنت اوبريتور وبدل ما نكتب بالشكل الكتير ده ونقعد نكتب سي مرتين هكتبها مره واحده، فممكن نكتب اساين اوبريتور بالشكل ده سي بلس ايكوال 3. يعني ايه؟ يعني هي نفس الكلام سي بتساوي سي بلس 3، هي دي هي دي. فبستخدم الاساينمنت او الاديشن اساينمنت اوبريتور بالشكل ده، يبقى سي بلس بتساوي 3 هي سي بتساوي سي بلس 3، يعني السي كانت ب2 هيضيف عليها 3 ويعمل اساينمنت للسي الجديده تبقى ب5. ممكن استخدم اي ارثماتيك اوبريشن سواء اديشن subtraction multiplication division and modulus واستخدمهم واستخدم الايه الارثماتيك اساينمنت اوبريشن. الجمع هتبقى سي بلس بيساوي حسب الفاليو اللي هتحطها، والدي نفس الوضع ماينس بيساوي 4 يبقى هتساوي دي بتساوي دي ناقص 4 multiplication اي ستار 5 اف ديفايدد او مقسومه على 3 يبقى اف بتساوي اف على 3 ريميندر او موديولس نفس الوضع، واكمل نفسه. هننتقل لنوع تاني من الاوبريتورز وهو الانكريمنت اوبريتور والديكريمنت. الانكريمنت والديكريمنت بيزود او بينقص بواحد من قيمه المتغير اللي بيشتغل عليه، فعشان نكتبه بيبقى بلس بلس او ماينس ماينس. في عندي نوعين اتنين من الانكريمنت او الديكريمنت، في البري انكريمنت زيادة مسبقة والبوست انكريمنت زيادة لاحقة. طبعا اما بكتب الزيادة المسبقة بري انكريمنت بكتب بلس بلس اسم الفاريبل، على سبيل المثال بلس بلس ايه، فبيضيف واحد على المتغير ايه قبل ما ينفذ الانستراكشن اللي هو موجود فيه، على العكس من البوست انكريمنت. البوست انكريمنت بينفذ الانستراكشن اللي هو موجود فيه وبعد ما ينفذه يبدأ يزود واحد، على سبيل المثال A++. بالمثل البري ديكريمنت والبوست انكريمنت والبوست ديكريمنت. البري ديكريمنت بينقص بواحد قبل ما ينفذ الانستراكشن، يعني على سبيل المثال ماينس ماينس B يبقى ديت زيادة نقصان سابق. البوست ديكريمنت هو نقصان لاحق، قبل ما ينفذ الانستراكشن بتاع البوست ديكريمنت بياخد قيمة البي ويشتغل بيها، وساعة ما يخلص الانستراكشن اللي فيه بي ماينس ماينس ده بينقص منه واحد. تعالى نشوف مثال كده يوضح لنا الصورة. طبعا خلاص عرفنا الكومنتس الانكلودينج يوزنج نيم سبيس ستاندرد المين فانكشن وبتبدأ بانت ريتيرن الداتا تايب واسم الفانكشن المين واي برنامج بيبدأ تنفيذ من المين فانكشن والبريسز وببدا اكتب البلوك اوف كود. انا عرفت فاريبل من نوع انتجر اسمه سي
اللاين 10 وايت سبيس، اللاين 11 ديسك ديمونستريت بوست انكريمنت. تعالوا نشوف هنا، انا عملت ديكلاريشن في اللاين 9 للفاريبل، اللاين 12 عملت اساينمنت، يبقى سي بتساوي 5 وكل اللاينز في السي بلس بلس بتنتهي ب سيمي كول. يبقى هنا السي عندي بخمسة، يبقى هنا عندي السي بخمسة، وببدأ أبص. تعالى اللاين 13 كده بنمشي مع بعض، سي أوت سي هيطبع السي بكام؟ هيطبع السي بخمسة ويجيب نيو لاين. تمام. تعالى اللاين 14 سي أوت سي بلس بلس، ده نوع إيه؟ بوست إنكريمنت، فهيطبع قيمة السي اللي هي بخمسة، وبعد كده يبدأ يزود واحد على السي ويجيب نيو لاين. يبقى السي بقت بكام؟ هكتب هنا 5، وقبل ما يتنقل للسطر الجديد هتبقى السي بقت ب 6. هنا يعمل سي اوت في اللاين 15 هيطبع السي ب 6، دي بوست انكريمنت. اللاين 17 هجيب نيو لاين، وهروح لللاين 19 عشان اوضح البري انكريمنت. هعمل ري اساينمنت للسي تاني ب 5، وهاجي في اللاين 21 هطبع السي، هيطبع لي السي بالفاليو بتاعتها الخمسة. اللاين 22 هنا بري انكريمنت، بري انكريمنت يعني هيزود قبل ما ينفذ عملية البرينتنج للفاليو، فهتبقى السي بكام دلوقتي؟ بلس بلس، يعني هزود واحد على الخمسة، تبقى السي بقت بكام؟ بقت بستة، يبقى هيعمل سي اوت للستة، يبقى السي بقت بستة، يطبع هنا ستة ويجيب نيو لاين، ويروح على اللاين 23 سي اوت سي هيطبع لي الفاليو الستة، ريتيرن زيرو. خلاص البرنامج خلص، هقفل البريس ويبقى البرنامج معايا خلص، ودي الريزلت اللي هيطبعها البرنامج بتاعنا. تعالوا نشوف الكي ووردز، وعايز الناس تحاول تشوف الكي ووردز ومعظم الكي ووردز، ويقلب كده ويشوف، وخش على النت ودور على الكيورد دي سيمبلز من الكيورد. تعالوا نشوف نوع جديد من الداتا تايب اللي احنا اتكلمنا عليه. طبعا الداتا تايب في السي بلس بلس كتير جدا وشفناه، وقل عندي البوليان والكاركتر والانتجر والفلوت والدبل، وعندنا نوعين جداد هنشوفهم لاول مره، الوايت كاركتر، وايت كاركتر وده بيبقى اللينس بتاعه اكبر من الكاركتر، والفويد، فويد يعني فاليوليس ملوش قيمه، ده اللي شفناه جديد. طبعا السي بلس بلس من اللغات اللي بتديني او بتمكن اليوزر ان يعمل داتا تايب جديد من خلال استخدامه للكلاس او الاستراكشر او النوميريشن، بحيث انه بيعمل داتا تايب جديده هو اللي بيعملها وهو تبقى خاصه بيه زي ما هنشوفها ان شاء الله. تعالوا نشوف مثال كده، برنامج يحول الفيت للمتر. طبعا الادم فيه كم متر؟ المتر فيه 3.28 ادم، فانت عشان تعمل تحويل يبقى هتاخد الفيت وتقسمها على 3.28 يحولها لك لمتر. فانت عايز تكتب برنامج يحول الفيت اللي اليوزر هيدخلها للمتر، فمنتهى البساطه ايه اللي هنعمله؟ هنبدا نعمل ديكلاريشن ل الفاريبل اللي هنشتغل عليها، بعد كده نطلب من اليوزر يدخل اللينس اوف فيت، وبعد كده يعمل كونفرت للمسافه بالمتر، والمتر بيساوي 3.28. تعال نشوف البرنامج، هنعمل هنا مالتي لاين كومنت. المالتي لاين كومنت بيبدا بسلاش ستار، وبتكتب اللاين الاولاني، اللاين الثاني، اللاين، وهكذا لحد ما تخلص عدد اللاينز اللي هتكتبها، وفي الاخر بتحط ستار وسلاش، يبقى انا كده ايه؟ مالتي لاين كومنت. وبعدين انكلود اي او ستريم يوزنج نيم سبيس ستاندر، واكتب المين فانكشن، وافتح البريسز، وبكتب ديكلاريشن للفاريبل لاين. عندي اتنين فاريبل ديكلاريشن، دبل اف اللي هرمز لها للفيت، ودبل ام اللي هرمز لها للمتر، وهبدا اقول لليوزر انتر ذا لينس اون فيت، وبعدين اعمل سي ان انتظر اليوزر يدخل القيمة بتاعته، وبعد كده هعمل عملية كونفير الام بتساوي الاف على 3.28. الماجنتيود اللي هتطلع طبعا فلوتنج نمبر او دبل، هبدأ اطبع كونفير سي اوت اف الفاليو اليوزر دخلها فيت از
كم متر، ويطبع لي الفاليو اللي حسبها هنا. لو اليوزر مثلا دخل 10، اقسم 10 على 3.28، تطلع تقريبا في حدود 3 وشوية، يطبع لي القيمة هنا ويعمل ريتيرن ويخرج من البلد. تعال نشوف نوع من الموديفايرز. الموديفاير عندي كان ساين وانساين ولونج وشورت. دول الموديفاير اللي احنا ممكن نستخدمهم مع الداتا تايب المختلفة. لو جينا نبص على الموديفاير، موديفاير ساين وانساين ولونج وشورت ممكن تخش على الانتجر. الساين والانساين ممكن تخش على تشار داتا تايب. الوحيدة اللي ممكن تخش على الدبل اللي هي اللونج، يبقى اللونج هي اللي بتخش على وهنا مع الموديفاير الجديده الكاركتر او تشار كان بيساوي الرينج ده اللي هو الايه الساين. الانساين الرينج بتاعه اتغير، الساين كاركتر برضو اتغير، برضو نفس الوضع. الانتجر فاليو، الانساين انتجر، ساين انتجر، وهكذا لحد ما نلاقي، ما نبدا ندخل الموديفاير لونج انتجر هتلاقي الرينج بتاعه اختلف. اللونج انتجر، اللونج انتجر اختلف، ارجع للانتجر تلاقي الرينج بتاعه 32,000. هنا بقى رقم كبير جدا، حوالي 2 مليار كفاليو بالموجب والسالب. واللونج والساين والانساين، الانساين بقت 4، الفلوتينج والدبل واللونج دبل واللونج فلوت. فانت اهم حاجة الرينجز دي تكون في دماغك وانت بتعمل ديكليريشن للفاريابلز. تعال نشوف السكيب سيكونس، واتكلمنا عليها قبل كده. السكيب سيكونس قلنا لو البرنامج وقال لك اكتب لي الاوتبوت من البرنامج ده، تعال نشوف. خلاص انكلود يوزنج نيم سبيس ستاندرد سي اوت 1 باك سلاش تي 2 باك سلاش تي 3 باك سلاش ان. يبقى سهل، تعمل ايه؟ اكتب 1 وبعدين تاب واكتب 2 وبعدين باك سلاش تي، تعمل هوريزونتال تاب واكتب 3 وباك سلاش ان، هيجيب لي نيو لاين. تمام. اللاين الثاني سي اوت 1 2 3 باك سلاش بي، باك سلاش بي بيرجعك خطوه لقدام، باك سلاش بي هيرجعك خطوه لقدام. فهيجي كده، اول باك سلاش هتبقى واقف مكان الثلاث بدل ما كنت واقف بعد الثلاث، باك سلاش الثاني هيرجعك عند الاثنين، يرجع يلاقي 4 5، هيقوم طبع لك 1 4 5. طبعا انت مش هتشوفه بعمل باك سبيس، فالنتيجة الاخرانية تبقى 1 4 5. في بعض الاوقات وانا بعمل للنمبرز ممكن النمبر يحصل له اوفر فلو او اندر فلو. المكان اللي انت مخزن فيه الفاريابل مش مكفيه، سواء بالرقم صغير او الرقم بقى كبير قوي عليه، فطبعا هيحصل اوفر فلو او اندر فلو. نشوف مثال كده من الاوفر فلو والاندر فلو. تعال نشوف كده النمبر، هناخد البرنامج وهنشتغل على تو فاريابلز. الفاريابل الاولاني شورت انفرت انتجر فاريابل، عرفنا متغير من نوع شورت. الشورت طبعا بياخد 2 بايت وده ساين نمبر. فاقصى نمبر لو انت رجعت طبعا للدايمنشن اللي احنا قلناها او لكل فاريبل هتلاقي ده اكبر رقم موجب اقدر احطه في الشورت. تمام. وهاجي هنا احط فلوت وفلوت فاريبل واحط اكبر رقم ليه برضو هنا، وابدا اعمل ديسبلاي اوريجينال فاريبل واعمل له ديسبلاي. هاجي هنا اضيف واحد، اضيف واحد على اكبر سايز، ايه اللي هيحصل؟ هيحصل كونفرت للرقم، بدل ما كان 32,767 هيحصل له كونفرت ويبقى بالناقص، يديك اقصى رقم بالنيجاتيف، فهتلاقي الرقم حصل له اوفر فلو في الاتجاه التاني. تمام. تعال شوف كده، لو انا خدت الرقم انتجر فاريبل ده وطرحت منه واحد تاني، ايه اللي هيحصل؟ هتلاقيه رجع لي الرقم تاني، بدل ما كان الرقم حصل له اوفر فلو هيحصل له تاني اوفر فلو تاني من ناقص 32,000، يطلع موجب 32,000. يعني ناقص 32,000 تطرح منه واحد يبقى موجب. فدي طبعا من المشاكل اللي احنا ممكن نشوفها في البرنامج بتاعه. طبعا الفلوتنج فاريابل انا هنا جبت رقم صغير قوي، فالرقم مش هيبان
وهيطبعهولي كأنه زيرو، لأن الرقم ده بره الرينج بتاع الفلوتينج نمبر اللي هو أس ناقص 47. فكل لازم تركز وتبقى الدايمنشنز أو السايز بتاع الفاريابل في دماغك وأنت بتختار نوع الفاريابل اللي هتشتغل بيه. على نشوف الاساينمنت اوبريتور. الاساينمنت اوبريتور يعني بعلم العلامة ايكوال وببدأ اشتغل معاه. الكومبايند اساين اوبريتور احنا شفناه وقلنا ان انا ممكن اعمل كومباين اساينمنت، تعالوا نشوفهم كده. بلس ايكوال اللي هي ان انا اكتب الفاريابل ويساوي نفس اسم الفاريابل واعمل بلس دي الفاليو، نفس الوقت ماينس ايكوال نفس الوضع واي تساوي كذا وهكذا. multiplied and so. تعالوا ناخد المثال ده example results multiplied a plus 5. طب هعملها ازاي؟ هتلاقيها بنفس الشكل ده، result بتساوي result مضروبة في a plus 5، هيعمل a plus 5 لان واس ويضرب القيمة في الريزلت ويعملها بتساوي الريزلت. لو الريزلت كانت باتنين هيبقى اتنين ويشوف الاب كام يجمعها على خمسة، لو الاب اتنين برضو يبقى اتنين وخمسة سبعة، سبعة في اتنين باربعتاشر يبقى الريزلت بعد تنفيذ الكوماندز ده بقت اربعة. عرفنا ان عندنا نوعين من الكومنتس، يا اما اكتب الكومنتس سنجل لاين بتبقى مسبوقة باتنين سلاش، او اكتب مالتي لاين زي ما شفناها وتبقى بادئه ب سلاش ستار واكتب عدد السطور اللي عايزها وفي النهايه اعمل ستار سلاش. ده سواء كان سنجل لاين كومنت او مالتي لاين كومنت. الكويز ده نحاول نفكر فيه ونحله ونشوف لو في مشكله ممكن ايه ان انا اشوف محاضره جايه تقرا المثال وتشوف هل انا اقدر اكتب كود يحل المشكله دي ولا لا. تعال نشوف اللايبراري الخاصة بالسترينج. كلنا بنحب نشتغل مع السترينج. السترينج طبعا من اللايبراريز المهمة في السي بلس بلس، واحنا تعاملنا معاها في بشيء من الاستفادة واحنا بنعمل المشروع في الترم اللي فات. تعال نشوف كده. طبعا هكتب الانكلود لللايبراري سترينج، هي لايبراريز موجودة وخاصة بالمعالجة السترينج كلها وفيها حاجات كتير جدا ويفضل انك تحاول تشوف اجزاء كتير منها. وعندي اللايبراري الثانيه الانبوت اوت بوت ستريم الخاصه بالانبوت اوت بوت مانيبيوليشن للفانكشن. هاجي هنا اعرف مجموعه من الفاريابلز، عرفتهم هنا جلوبال بره الفانكشنز، اس دي سترينج فيرست نيم، اس دي لاست نيم، والفاريابل الاخير سترينج فول نيم. وهاجي هنا جوه المين فانكشن هبدأ أعمل assignment لكل variable، هنلاقي first name equal محمد، last name علي، و full name هعمل هنا بقى إيه أحد ال function الموجودة ال plus. ال plus هنا معناها concatenation، يعني إلزق ده بده حط ده جنب ده، concatenation لل variable الأولاني اللي هو محمد، وهتحط مسافة ما بينهم وتحط جنبه علي، يبقى محمد space علي. كأنك كتبت الأسامي جنب بعضها وسبت مسافة ما بينها. لو أنت حاولت تطبع see out full name is هيطبع لك محمد سبيس علي، لأنك عملت هنا عملية concatenation وديت من الخصائص بتاعت السترينج. وكده شفنا بلس، بلس مش بيجمع يعني مش هيجمع M زائد A وهكذا، لأ يعمل عملية concatenation يعني يحطهم الاتنين جنب بعض. تعال نشوف مثال تاني للسترينج. لو انا هاخد داتا من اليوزر نفس الوضع، لو انا عايز اعمل كومنتس وانكلود واللايبراري اي او اي او ستريم وبعدين لايبراري سترينج ويوزنج نيم سبيس ستاندر وبعدين المين بروجرام او المين فانكشن، هعمل ديكلاريشن للفاريابلز اللي انا عايز. عملت ديكلاريشن لاثنين فاريابل سترينج نيم سترينج سيتي، وبعدين هاجي هنا زي ما كنت بعمل سي اوت ديسبليز انتر يور نيم، فطبعا دي ما بين دبل كوتيشن هيطبعها زي ما احنا، هعمل سي ان وهستقبل السترينج، هيبدا يدخل لي السترينج اللي هو عايزه، يدخل احمد علي اي حاجه. ونفس الوضع اللاين 14 انتر ذا سيتي وليف ان، فيدخل السيتي حسب ما يدخل. وبعدين هبدا اطبع له سي اوت هالو ونيم ويكتب الاسم اللي هو يدخله وايه اند، وبعدين يطبع له رساله ليف ان ويطبع له اسم السيتي اللي انت دخلتها
ويطبع لك الرسالتين دول ويقفل البرنامج. كنا استخدمنا الجيت لاين وقلنا ان ديت جيت لاين ميزتها ان بتستأخد الوايت سبيس بخلاف السي ان. السي ان لو حاولت تدخل وايت سبيس فيها بتعمل مشكلة، فهنا الجيت لاين ممكن تاخد سبيس، دخل محمد سبيس ادي اي حاجة فيها سبيس هيقبلها وياخد اللاين اللي انت دخلته. كان عندنا مشكلة في الترم الاولاني واحنا بنعمل المشروع، كنت اما تيجي تدخل داتا بتلاقيه خد جزء وما يستناكش انك تضغط انتر بعد كده، تلاقيه خد الداتا اللي بعدها وكم. فطبعا كان افضل حاجة وانا بستخدم سي ان استخدم سي ان اجنور. على سبيل المثال لو كان جه قال لك سي ان اكس والاكس ده انتجر وانت كتبت 100 وضغطت انتر، فالبفر بتاع الكيبورد هياخد ال 100 دي ويعمل لها اساينمنت للفاريبل اللي انت دخلته، والتن الباك سلاش ان او الانتر متخزنه في البفر بتاع الكيبورد، بحيث انت اما تيجي تطلبها في اي وقت هيقوم عامل اساينمنت لل باك سلاش ان دي للانبوت اللي انت هتطلبه من اليوزر بعد كده، ويكمل البرنامج بدون ما ينتظر ان يدخل الداتا التانية. فعشان تعمل اجنور للمتخزن في البفر بتاع الكيبورد استخدم سي ان اجنور وتسيبها مطلقة كده، وفي تفاصيل فيها كتير انت ممكن تعرفها. تعال نشوف البلس اوبريتور مع السترينج. البلس اوبريتور مع السترينج بيعمل عملية كونكاتينيشن، يعني بيحط ده جنبه. تعال نشوف كده مثال بسريع. string greeting 1 hello وبعدين greeting 2، يعني انا هنا عرفت variable اسمه greeting 1 واديته assignment hello، و greeting 2 من data type string وما اديتوش value. جيت في اللاينز الثاني string name 1 world و string برضو variable اسمه name 2 وعملت له assignment be people، وهاجي اعمل عملية الconcatenation هنا greeting 2 equal greeting 1 plus name، فيعمل concatenation ل hello اللي فيها مسافة دي ويجيب world، ونفس الوضع هيعمل concatenation ل greeting 1 و name 2 يبقى greeting او hello peoples، ويعمل concatenation ويعرضهم لي جنب. طبعا الماثيماتيكال لايبراري فيها حاجات كتير، السيماس اللي احنا خدنا منها مسلمين شوية فيها حاجات كتير، في الابسوليوت في الكوزاين exponential وهكذا، كل الفانكشنز وفيها اكتر من كده كتير، فانت ممكن تبص عليها وتشوف اللايبرز والحاجات الموجوده فيها بحيث لو انت تستخدم منهم حاجه. كنا اتعاملنا مع الفايل وشوفنا بنعمل الفايل ازاي. الفايل طبعا هنعمل انكلود الهيدر فايل اللي انا عايزه، بعد كده هشوف الفايل ستريم اوبجكت اللي هشتغل معاه، وبعمل اوبنج للفايل وبعمل استخدام للفايل يوزنج الفايل وبعمل كلوز. بمنتهى البساطه الاو اف ستريم عرفنا بتعمل ايه، الاي اف ستريم برضو عرفنا بتعمل ايه، والاف ستريم بتعمل الشغلانتين بتوع الجزء اللي فات. ان انا عايز اخد داتا اوتبوت فايل ستريم يبقى او اف ستريم، هتحط فيه داتا انبوت اف ستريم او اي اف ستريم. المثال هنا بمنتهى البساطه انكلود وادي الاف ستريم اللايبراري الخاصه بيه معالجه الفايل، ودي لازم اكتبها اف ستريم. وبعد كده using namespace standard هعمل assignment او تعريف للobject اللي اشتغل عليه of stream، يعني هخزن في الفايل، يعني الفايل ده هحط فيه وابدأ of stream، والobject اللي عرفته ده هعدده انه هو open، وهعمل physical file زي ما احنا قلنا الاسم الفايل اللي انا هشتغل عليه، ولو عايز تحط الفولدر بتكتب مثلا دي سيمي كولون سلاش والسب فولدر والسب فولدر، وبعدين بتكتب اسم الفايل في الاخر وخلاص. الفايل لو ما كانش موجود بيعمل له كرييشن وبينشئه. بعد كده بتكتب سي اوت هيبدا يكتب لك الرساله دي على الشاشه، تستخدم الاوبجكت اللي انت عملته للفايل يبدا هو يحط فيه الداتا اللي انت حطيتها. بعد ما تخلص تعمل كلوز للفايل وتبدا تكمل الفايل. نفس الوضع لو هعمل ريدنج ان الفايل يبقى الفايل لازم يكون موجود، وتقدر تعمل تشيك ان الفايل موجود، يبقى اي او ستريم اف ستريم، ولو هستخدم اللايبراري سترينج هستخدمها يوزنج النيم سبيس ستاندرد واي اف ستريم وسترينج، وبعمل اوبجكت من الفايل اي اف ستريم يبقى الفايل ده انا هقرا منه يبقى اي اف ستريم، واعمل ايدنتيفاير برضو زي
ايدنتيفاير اللي كنا بنعمل اللي هو الاوبجكت بنفس الشروط ونفس المسميات اللي كنت بعملها. واي في ستريم وهعمل له اوبن، لو ما كانش موجود هيديني رساله خطا هنا، لازم يكون الفايل موجود، وممكن تشوف ازاي تعمل له تشيك موجود او مش موجود. بعد كده بعمل سي اوت، بطلع له الرساله دي، ببدا اقرا الفيرست نيم واطبعه، واقرا السكند نيم والثيرد نيم، وبعد ما اخلص بقفل الفايل. على هنا بيقول لك ازاي تعمل فريسنج وديباجنج للبرنامج، ممكن تحاول تتتبعه وتشوف، بحيث ان انا هنا البرنامج احاول اقرا. تمام، هنا اعمل دبل مجموعه من الفاريابلز 1 2 3 4. تمام، وبعدين هنا طلب من اليوزر يدخل النمبر 1، طلب من اليوزر يدخل النمبر 2، طلب من اليوزر وهكذا. فانا ممكن اتتبع وبعدين الافرج جمعهم وعملهم على 3 وهيطبع لي الافرج. طيب انت ممكن تعمل تريسنج بالشكل ده، اليوزر دخل 10 كانت الفاليوز مش معروفه في الاول لان عملت ديكليريشن، فبقى الفاريبل موجوده بس ما اعرفش قيمتها. برضو لحد هنا الفاريبل موجوده بس مش عارف قيمتها. بعد ما دخل في اللاين 11 يبقى الفاريبل الاولاني بقى له قيمه. هنا في اللاين 12 برضو الفاريبل 1 اللي له قيمه، الفاريبل 2 لحد افريج ما فيهمش قيمه. بعد ما اليوزر دخل النمبر 2 حسب القيمة اللي دخلها بقى الفاليو 2 دي ليها قيمة، وهكذا. سي ان 3 بقى لها قيمة. مجرد ما تحسب في اللاين 17 الافريج خلاص هيحسب لك الافريج، اجمعهم يقسموا على 3 ويطلع لك بالافريج. هنا سي اوت افريج هم القيم موجودة وما اتغيرتش حتى انها موجودة في الميموري وانا بعمل تريسنج. طبعا السي بلس بلس بروجرام لها ستراكشر معين لازم انا ابقى عارفه وابدا اتعامل معاه. في غالبية البرامج لازم تعمل مجموعة من الكومنتس، واتفقنا على الكومنتس دي. الكومنتس انت ممكن تكتب اسم الفايل، تكتب عمل الفايل، الهدف من الفايل، input او output بتاع الفايل، والداتا او ما شابه اللي انت تعملها. بعد كده بتعمل انكلود لللايبرز اللي عايز اللي هي الهيدر فايل اللي انت هتستخدمها في البرنامج بتاعك. بعد كده بتكتب المين فانكشن والبادي اوف مين فانكشن، وطبعا اول جزء بعمل ديكليريشن للفاريابلز اللي هشتغل بيه، الفاريابلز اللي هشتغل فيه. بعد كده ممكن اعمل اساينمنت للفاريابل الاساسي اللي انا هشتغل بيه. بعد كده بعمل البروسيس بتاعت البرنامج. بعد ما اخلص بقفل البلوك اوف كود واخرج منه. تعالوا ناخد مثال كده نشوف الكيس سنسيتيف. السي بلس بلس بتفرق ما بين الحرف الكابيتال والسمول، يعني انت ممكن تكتب variable بنفس الاسم بس تغير حرف واحد. تعال نشوف كده. include تمام using standard int main، وبعدين هنا int number 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 number. كل variable من دول مختلف عن التاني، وهاجي اعمل assignment لل variables دي. number يساوي ايه؟ 5. number اللي بn small ده بيساوي 7. number اللي بالm والb بيساوي النمبر الكبير اللي بيساوي 3. اي فاليو واجي اعمل التوتال واجمع، هتلاقي ان الفاريابل ده غير الفاريابل ده غير الفاريابل ده غير الفاريابل ده. يبقى ايه؟ السي بلس بلس بيتفرق بين الحرف الكابيتال والسمول، لازم تبقى في دماغك. تعالى وقال لك اكتب لي برنامج يجمع رقمين ويعرض النتيجه، سهل لسه واخدينه من شويه. خلاص هتعمل اي كومنت، انكلود اي او ستريم، عايز لايبرري تاني، لا يوزنج نيم سبيس ستاندرد تمام، انت مين ماشي، تعمل ديكريشن للفاريبل اللي هتستخدمها. انا هستخدم اتنين فاريبل عشان اجيب فيهم النمبرز A و B والتوتال، وبعد كده اقول له input to number to add تمام، وبعدين اعمل cm هيدخل الرقم الاولاني اي وايت سبيس ويدخل الرقم الثاني، ويضغط انتر هيعمل لي التوتال، ينفذ التوتال A plus B حسب الفاليوز دخلها، وبعد كده يعرض لي المجموع بتاعهم ويقفل البرنامج.